طيب خلينا نبتدي مع حضراتكم هذا الحوار بالملف الاولاني قانون الشباب والرياضه. خلينا اصحك يا باشمهندس في من الاخر للاول. الاخر النهارده ايه اللي حصل؟ اتناقش القانون وصدر وافق البرلمان على المشروع من حيث المبدا وانتهينا من 16 ماده. والقانون ده والنهارده كانت ملحمه ديمقراطيه كلها في اتجاه واحد الاتجاه الوطني. وظهر بقى الكفاءات وظهر يعني القيادات الرياضية في البرلمان لدرجة ان رئيس المجلس كان مذهول من عدد رؤساء الأندية والهيئات الرياضية والشبابية اللي موجودين في مجلس النواب. عظيم. وكان فيه اهتمام كبير جدا وقطعنا شوط كبير جدا وتعمل قانون في غاية الديمقراطية ونقلة تاريخية لمصر. يعني النهاردة كان بيكتب تاريخ والنهاردة البرلمان المصري عمل شيء ما عملوش أي برلمان سابق وعمل قانون سباق على مستوى العالم. والتجربة دي هتدرس وهتدرس في اللجنة الأولمبية الدولية منتهى الحيادية منتهى الرقي منتهى التقدم. القانون ده ما تفصلش عشان حد. القانون ده ما تعملش عشان حد. القانون ده النهاردة أقر مبدأ جديد لحضرتك هقوله لك. الأندية مش هتعمل اللوائح الاسترشادية بتاعتها. الجمعيات العمومية اللي هيقترح اللوائح الاسترشادية هي اللجنة الأولمبية المصرية. حتى عدد الحضور في الجمعيات العمومية اللي هيقترحوا أو اللي هيقولوا اللجنة الأولمبية المصرية. وهيتم التصويت عليه داخل الاتحادات الخاصة بتاعتهم مش الاتحادات بس الأندية والاتحادات جمعيات اسمها الجمعيات الخاصة جمعية عمومية خاصة لغرض اللوائح. اللوائح صحيح. يعني حتى كمان اللي هو عدد الأعضاء اللي هيكونوا يتواجدوا لصحة انعقاد الجمعية اللي هيحددها اللجنة الأولمبية المصرية. طيب عايز أسأل حضرتك سؤال في الجزئية بتاعت اللوائح والقوانين والأمور دي. هل هو نفس القانون اللي أرسلته وزارة الشباب والرياضة ولا جرى عليه عدة تعديلات؟ لا 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 جرى تغييرات جذرية. جذرية جذرية في كم مادة؟ في 90% من المواد. يا نهار أبيض. وبعدين برضو الوزير كان له موقف حيادي يعني وكان له موقف وطني شديد جدا. هو في الأول اتكلم عن فلسفة القانون وهذا الكلام لكن تركه تماما للجنة للشباب والرياضة. واللجنة ما حطتش رأيها بس. اللجنة استمعت ل 1459 خبير. 1459 خبير. يعني ايه خبير؟ يعني متخصص في الشؤون في الرياضة. سواء خبير سواء إعلامي سواء صحفي سواء رئيس نادي سواء له علاقة بالرياضة سواء راجل أكاديمي كل من المشتغلين بالرياضة في مصر. طيب واستعنا بخبراء من اللجنة الأولمبية الدولية. عظيم. واستعنا بخبراء من اللجنة الأولمبية المصرية. أجانب. والدكتور أجانب يعني. حسن مصطفى اللي هو رئيس الحركة الأولمبية مبعوث الحركة الأولمبية في مصر ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حضر العديد من هذه الاجتماعات والمناقشات. والمهندس هشام حطب حضر رئيس اللجنة. والمهندس هانية بريدة حضر. والمهندس أبو هانية بريدة طلب أن يجي مستشارين وخبراء من اتحاد الكرة جم. وخبراء مصريين في البلاد العربية جم. وكل اللي اتكلم واللي بيطلع في التلفزيون ويقول قانون الشباب والرياضة وهذا الكلام دعي وحضر وقال. وناس كتيره جدا قلنا لهم قولوا لكم قولوا لنا ملاحظاتكم. وتوضع الموضوع بحياديه ويعبر عن راي الاغلبيه العظمى من اراء الخبراء والرياضيين. وليس في الامكان احسن من مكان. ما كانش حد يتصور ابدا يعني ما كانش حد يتصور ابدا ان القانون يفضل يتحسن 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 الى ان يصل الى هذه المرحله. طيب.